Tranquila. Tranquila. رجعنا لكم في ترانكيلا 46 دقيقة على غاجة ماد. نذكركم دو تيكي من اهداء اكوا سبلاش على ساسوسي سنة فيكم 72 328 500. سينو ضيفنا توا بالتليفون باش يكون سي محمد العذابي يوتيوبر معروف باسم الخنشور. دونك لي فيديو نتاعو يضربوا نمبر دو فيو محترم شان يوتيوب كيف كيف نمبر نتاع لي زابوني محترم. اتهم في الانستغرام نتاعو برنامج اضحك معنا بسرقة سكتشاتو. فما تشابه كبير شاف بين السكتشات نتاع اضحك معنا وسكتشاتو. هو هدد بتقديم قضية زادة ضد البرنامج ثم بعدها بشوية تم اغلاق الشان يوتيوب نتاعو. معنا الخنشور عبر الهاتف. مرحبا بيك محمد. مرحبا محمد عزازي. مرحبا بك ومرحبا بلي اسمعوا راديو ماد الكل. دونك محمد هبط ساتيو على الانستغرام كنا سمعنا الحكايه شويه اي وطوى لخصتها شويه. احكينا انت اكثر محمد على التفاصيل الحكايه شنو هي كيفاش بديت بالضبط الحكايه. انا كي تكلمت على الانستغرام على خاطر قصولي بلوكيو الفيسبوك نجم نهبط ساتيو نتكلم نجم نعيش شكون بلوكيو بحكم كي هبطت الفيديو في الباج فيسبوك عملوا سترايك على الباج كي يلقاو معناها انت مستعمل محتوى نتاع قناه اخرى يبلوكي الفيسبوك. دونك الفيسبوك كنت بلوكا بالباج بالفيسبوك معناها ما نجمش تحكي. هبطت الفيديو في الشين يوتيوب خنشور سورس عملوا سترايك والشين تبلوكيت جمله معناها كي نجيب ندخل نحل شان يوتيوب ما تتحلي جمله الميل كيف كيف على خاطر المحتوى من برنامج اخر زيد فوالا معناها انا جيت نقول للعباد يا شعب يا عالم راني قاعد نعمل في فيديوهات سرقوني هاي السرقه هما ما حبوش توصل للفيديو ذيك يسكروا الشان جمله معناها تعب 4 سنين ناس تعبه واللي مصبح واللي صار فلوسه واللي يحلم واللي كل شيء دونك هو اللي فسخ الحلمه ذيك وكارير كامله فسخها. جو كومبرون. شوف محمد ولا الخنشور خلينا نفسر للعباد تو قاعد تقول هو وهما وقلت اليوتيوب اوتوماتيكمون كي يلقى محتوى عنده معناتها الحقوق الملكيه ولا حقوق البث يبلوكي الشين ولا يبلوكي الفيديو هذه نعرفوها. انت او ميم تون قاعد تقولي هما نحاو حلمه هو ما يحبش. شكون هو وشكون هما؟ اللي هما البرنامج اضحك معنا هما قاعدين يسرقوا في الفيديوهات كي حبيت انا حكيت فسخوا شين كامله. دونك ما ينجمش عبد اخر يجي يفسخ لك شينك وما عندكش مشكله معاه بيان سور اللي هما اللي بلوكيو به. خلينا نوضح حاجه اخرى. بعث لي لطفي العبدلي البارح بوكال قال لي راهو بالنسبه للشين نتاعك صار فيها سترايك من 9 اوتوماتيكمون يصير وحده مش هما عملوه حكم انت تستعمل في محتوى نتاع برنامج في 9 وقال لي زاده بالنسبه للسيناريست اللي سرقوا لك الافكار نتاعك زوز سيناريست ما قاليش على الاسم نتاعهم طردوا كيف نفس الحكايه كي كلمني بلال زاد حكي لي الحكايه بلال قال لي راهو بالنسبه اللي سرقوكم الافكار نتاعكم رانا طردناهم جوست كلام ما نعرفش شكون اللي كتب اصلا. وبالنسبه للشين نتاعك قال ترى نرجعوا طيينا حين السترايك ترجع في 24 ساعة. معناتها بلال ولطفي استعرفوا لحظه يا محمد خلينا نفهموا معناتها بلال ولطفي استعرفوا فما شكون سرق لك افكارك في قناه التاسع. وي استعرفوا كلموني وبلال قال زاد نهار السبت نصور دونك نهار التاسع تعدى قال نطلب السماح. هذا اللي حكاه لي نجم يقول شي يحب ونجم يسمع لي شي يحب نسمع باهي دونك مانيش اي توا كي قناه كي لطفي كلمك قال لك تم طردوهم لي سيناريست هذوما وبلال المساوي كيف كيف علاش باقي تتهم في قناه التاسعه اللي هي كان عندها دخل باش تنحي لك الشين يوتيوب نتاعك ونعرف انك تعب عليها وحلمه صغيره وكبرت تو سامع سامحني انت قلت لي تتهم تاسعه انت تبعت الحكايه بالكدا ولا نعاود نفصل لك من الاول؟ انا هبطت سرقوني هبطت بلوكيوني ما اتهمت حد بلوكي وشين هما على خاطر ينجموا يبلوكيو على خاطر انت استعملت المحتوى نتاعهم معناتها تاسع اوتوماتيكمون ما نجمش مثال راديو ماد يبلوكيني على خاطر انا هبطت فيديوهات التاسع دونك التاسع هي اللي تتبلوك. دونك تحب تقول اتهام اي انا اتهمت القناه التاسعة بلوكيت لي شين نتاعي وقالوا لي في 24 ساعة ترجع وانا هاني قاعد نستنى ومن هنا لليل ما ترجعش الشين راهو باش نلم جروب الكل وباش نجيب حقي بيدي خاطر القانون في البلاد هذيا ما عنده وين يواصل فما قانون ليه عليه محمد
القانون فما فما قانون يحمي لك حقوقك زيد ويحمي حقوق الناس الكل. ما سرقت البارح انا مروه راه. انا نتفهم أنا عندي... غشك راه ونتفهم كعبد يسرق لك افكارك اللي تعبت عليهم. ماهوش كلام غشي انا في قلبي، اما نحكي معك توا لوجيك. انا تعبت وسرقوني، هبط فيديو قلت راه سرقوني يجي بلوكيوني. محمد انا ما نفهمش ياسر كيفاش بالضبط مثلا الحكايه تهبط في اليوتيوب والقانون نتاع اليوتيوب. اما انت قلت في 24 ساعه وعدوك باش ترجع الشين نتاعك نتاع اليوتيوب، قناه 9 في يدها زاده باش ترجع لك الشين. بيان سور هما يعملوا سترايك يقولوا له راهو الشين هذيك مثال كان خنشور راهو كي تعمل 9 سايبوه هذاك باش ترجع الشين. خاطر انت كي تستعمل فيديو تاع شين اخرى ما اليوتيوب يبلوكيك ما يهموش. انت شكونك؟ خنشور برابي خلينا نحكي بلسان اللي يسمع زاده شويه وبلسان الغايب، وهذا وظيفتنا. تو اللي يقول قائل اللي يسمع يقول لك احنا في تونس الافكار تنجم تتشابه. خاطر انا قداش من مره زادين واحد من الناس وتجيني فكره نلقاها ديجا عملت روبريك في شين في راديو اخرى باغ اكزومبل ولا في تلفزه ولا في. يقول القائل الافكار تنجم تتشابه. انت كيفاش تعرف لذيك كيفاش سميتها السرقه؟ معناتها سرقه الجمله كما هي، السيناريو كما هو بالضبط، الفكره كما هي، ولا كانوا متشابهين؟ بالنسبه للنوع الزمار اللي نعملوا فيه نحن راهو ماهوش موجود في تونس. عمري ما حكيت وشكرت روحي مش نقول الحق. انا خلقت انا وجروبي خلقنا نوع زمار جديد. بالنسبه كان اللي جود مور او العالم الكل يقول حتى في مصر ولا في المانيا يقولوا الالش وكل شيء. كي انت تقول جود مور تونسيه معناها وتقولها انت من بعد شنو هي مع استوبوا زهر نجم نقولوا زهر. تجي انت تسرق الفكره باللي جود مور باللي جاسد شنيا اسوبوا نحن ننسبيرو كيف بعضنا وعشنا كيف بعضنا. وتخيل ملي كنت انت تعمل في سكتشاتك عيد حب تدخل القرايه تبع توندونس سيف توا تدخل القرايه وكل شيء، جي تعمل انت جن وتعملوا تونسي هارب وعفريت ومريخ وبكتيريا تعمل وكل شيء. ما هو مش افكارك، افكار تاع توا سمارت شوي الافكار. حتى زمارنا سمارت معناها يعني ماهوش اواخي واباب ولا لعب بالكلام. واللعب بالكلام راهو ما ينجم يكتبوا معناها يكتبوا كلمة متمكن منه، ما ينجمش واحد ماهوش معناها نقولوا نحن واحد يتعلم يا عندك يا لا هو ماهوش ستيل فهمت. دونك هو خذا ليدي وخذا السيناريو وخذا كل شيء وعاودها وهما مستعد فيه. اي باهي خنشور مسجل افكارك مسجل السكتش نتاعك تنجم تحمي حقوقك حقوق الملكيه في تونس. المشكله غاديك ما سجلت على خاطر ما تنجمش انت تعمل فيديوهات معناها جوست هكا انت وصحابك باش تضحكوا كل شيء ما متوقعش نهار باش تهزا باش تسرق مره اثنين. بالنسبه حتى كان قايدهم راهو خويا زاد سيناريست تسرق مقيد فكره نتاعو تسرق قضيه نتاعو ضربت اكثر من 3 سنين من بعد عيطوا له مدوا له يمكن 4 ملايين ولا 5 ملايين فهمت. ليزي باش نقعد انا نجري ومحاكم ونخسر انسبيراسيون وتعب وكل شيء ومن بعد يمدوا لي حق كيت ولا اثنين ما عادش مشكلة فلوس فهمت. يعني انت ما طلبتش فلوس انت تسكر تو 3 ايام تو خاسر برشا فيوز وخاسر برشا عباد وبرشا عباد كبيرهم اللي شان تسكر دونك هما اللي نحل الابوني نتاعو عليه زاده مش حرام زاده. لا انا متفهمتك خنشور وعليه ما تكلم حتى واحد تو معناها قعدوا كان يكلموا في كلها تطلب واللي يقول لي يخدم معانا واللي يقول لي جيتك عروض باش تخدم في 9 في 3 ايام هذوما؟ بيان سور هما ما ينجموش توا يستعرفوا دونك يقول لك نجي بريفي وانا ما موش جوي نطل لهم وعالمهم وكل شيء. اي جزء كنت نسالك شو قلت علاش رفضت خنشور انت باش تخدم هذاك تعمل في السكتش وفي الفيديو تولي تعدي في التلفزه اي يوتيوبر ما عندي حتى مشكله في التلفزه وانا نخدم في التلفزه ونخدم في نسمه وحابب على الاخر الخدمه في نسمه وان شاء الله على قريب عندي بروجيات وعندي زيد ويب نحب الويب نحب في الويب نجم نهرب بالضحك البعيد نجم نعمل اللي نحب علينا نعمل بكتيريا نمثل ولا نعرف شو جوك معناه والعالم نتاعك غاديك اي فوالا دونك نخدم في الزوز. فهمتك الخنشور والله انا نقول ان شاء الله تاخذ حقك وانا جو كومبرون واحد حلمه صغيره وتبدا تكبر وجروب انتم ماكش انت وحدك انا نعرف دونك ان شاء الله تاخذوا حقكم جايش جايز جوستومون صار تاخذ حقك بالقانون ان شاء الله. ان شاء الله هم قالوا توا شفت طيب في العشيه انا نستنى ونسكت. اي ان شاء الله الحكايه والله العظيم ان شاء الله الحكايه تتحل الاميابل معناتها هكا معناتها بينات بعضكم ويكون سوء تفاهم ولا ما في بالهمش اداره القناه ويمشي على روحه ولا فما القضاء اكيد ماهوش سوء. اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
خنشور ان شاء الله نرجع نشوفوا الشين نتاعك ونشوفوا لي ميرسي فيديو بوكو نتاعك. مروه ميرسي وعايشك يا مروه عايشك يعيشك. ميرسي بوكو. دونك مكملين معاكم في ترانكيلا حتى للثمانية نتاع الليل. دونك باللي روبريك نتاعنا اكيد اي واحد تذكر اسمه عنده حق الرد بيان سور اتو مومون يكلمنا على 72 328 500 ويتدخل معنا سينون تكلمونا على نفس النور باش تربحوا معنا دو تيكي كادو من اهداء اكواس بلاش على اساس سوس تلقاوها في الغوت توريستيك سوس. العباد تحب تمشي تبدل جو تعدي نهار في اكواس بلاش تكلموا 98 229 1073 5